صرع، طفش، إدمان. شوف أنا دخلتها بالبداية ما توقعت بيصير كذا، بس أدمنت عليه يعني، صرت أجلس كذا بالساعات أبث وما أدري إيش، صار لي أصدقاء في البرنامج زي كذا، ما أدري أحس إني يعني، بس أنا من النوع اللي أمل مزاجية يعني، يمكن أطيح في البرنامج أقعد شهر كامل شهرين بعدين أنقطع شهر شهرين بعد عادي. قد تعرضت للإساءة في البرنامج؟ شان؟ قد تعرضت للإساءة في البرنامج؟ يعني هل أحد سألك؟ كثير، عالم مريضة، عالم مريضة. لا 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 لا، مو خلي الناس اللي ما تعرف، إلا إلا الناس في تعرفت عليهم وندمت على ذا الشيء. تعرفت عليهم؟ أي لا لا، عرفتي يعني؟ ما في ناس تعرفت عليهم وندمت، في ناس يعني هم يجون كذا يهاجمون يعني، فيهم تعرف الغلف، مرض الغلف اللي يصيب الحيوانات. شوفي دائما الشيء اللي مو فيكي ما راح يلزق، يعني لا تهتمي، الشيء اللي ما